بتحبي شكلك؟ بتحبي كيف انت؟ هلا مش قصة بحب شكلي او كيف انا، لا يعني مش من هالمنطلق، بس اجمالا انا مش كتير بركز على شكلي. يعني هيدا الموضوع ما كتير بياخد من وقتي، عم بحكيك بكل صراحة. هو مزبوط ممثلة وبطلع قدام الكاميرا وكل شيء، يمكن الناس بتفكر انه منعطي وقت، بس انا شخصيا ما كتير بعطي وقت لهالموضوع يعني. و واجمالا اخر تكه بكون بس يكون عندي شيء تلاقيني اخر لحظه عم بظبط اشي، عم بحط ميك اب، عم بظبط شعري. بس اذا بدي احكي بالشق انه عم تركزي على فكره انه طبيعيه او ناتشرال شكل، او الناس بتحكي عن اجمالا، بقدر الممثل تحديدا يلي بيترك الفيتشرز تبعه على طبيعتهم. بحب شوف الطبيعه على الكاميرا، بيهمني.